مئات المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا، كيف تحولت صنعاء إلى مدينة موت؟ ولماذا تتكتم ميليشيا الحوثي على معلومات وأرقام الإصابات في المدينة؟ وأين الحكومة والمنظمات الأممية والدولية مما يحدث لأهالي صنعاء اليوم؟ أهلا بكم. يبات أهالي صنعاء ويصبحون على أخبار الموت، فقد أصبحت صنعاء مدينة تفوح منها رائحة الموت أكثر من أي شيء آخر. كل هذا وسط تكتم وإخفاء للمعلومات من قبل ميليشيا الحوثي. يتعامل الحوثيون مع ملف كورونا بآلية غير شفافة، فدعت المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى التعبير عن احتجاجهم على هذا الوضع وحث السلطات على مراجعة هذه السياسة. لكن الميليشيا تصر على تصوير الوضع أنه تحت السيطرة والتقليل من أرقام المصابين والوفيات. أهالي صنعاء أصبحوا يدركون وهم يرون مئات الجنائز تخرج من بيوتهم أن الوضع أسوأ مما تعلنه السلطات، وأن الأيام القادمة تنذر بكارثة حقيقية. إذا لم تتدخل المنظمات الدولية وإذا استمر استهتار المواطنين بالإجراءات الاحترازية وسياسة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي. وهؤلاء متفعلين من الحاري، وزارة الصحة ما رضت تدخل الإصابة. ما نفعل يا أخي، عاد احنا بنقول نجل لهم هانا الآدمي مطرح من سبحانه ولا حد جاب الزهر، رجعنا ندخل الإصابة احنا أهل الحاري. تبدو صنعاء وكأنها في حالة عزاء متواصلة منذ أيام في ظل أخبار الموت المفزعة القادمة من هناك. يوميا تخرج عدد من الجنازات من جميع أحياء صنعاء، فيما تتكتم سلطات الحوثيين على الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات بوباء يعتقد أنه فيروس كورونا. تقول الأرقام العالمية إن نسبة المتعافين من الفيروس تصل إلى 80% من المصابين، لكن الأرقام في صنعاء تقول شيئا آخر، فنسبة الوفيات تشير إلى كارثة غير مسبوقة. تتعامل ميليشيا الحوثي مع وباء كورونا كملف أمني كما صرحت منظمة حقوقية دولية، فيما أصبح المواطنون يخشون من معرفة الحوثيين بأي حالة إصابة بكورونا أكثر من خوفهم من الوباء نفسه. إذ تقول الأنباء إن كثيرا من المصابين في صنعاء لقوا حتفهم خلال يوم أو يومين في ظروف غامضة لا تتطابق مع ما يحدث في بقية بلدان العالم. رابطة أمهات المختطفين كشفت عن إصابة 2 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء، ودعت لإخلاء السجون من المختطفين والمخفيين قسرا وعدم تركهم فريسة سهلة لوباء كورونا. ما الذي يحدث في صنعاء إذن؟ لا معلومات حقيقية ولا شفافية في التعامل مع الوباء في ظل حكم الميليشيا، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى إلى تقليص نشاطها الطبي في مناطق سيطرة الحوثيين بعد فشلها في الضغط عليهم لاعتماد مبدأ الشفافية. تتعامل ميليشيا الحوثي مع ما يحدث بشكل كارثي، لكن هذا لا يعفي الآخرين الذين يبدو وكأنه لا يهمهم مصير اليمنيين الواقعين تحت سلطتها. تبدو الدول ذات العلاقة بالأزمة اليمنية غير مكترثة بدعم المنظومة الصحية في البلد حتى بأبسط الأدوات التي يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح، فيما تكتفي الحكومة الشرعية بالتغريد من الرياض وإلقاء الاتهامات، فمن سيقف إلى جانب اليمنيين في محنتهم؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا بداية هذه الحلقة الدكتور مروان الغفوري عبر سكايب استشاري القلب والعناية المركزة من ولاية إسن ألمانيا. مساء الخير دكتور مروان. مساء الفل دكتور مروان، وأنت تتابع الأحداث بصنعاء عن كثب وتتقصى المعلومات الدقيقة من مصادرها، كيف تقيم الوضع؟ يعني أنا أخشى أن المشكلة الأساسية أو الحقيقية لم تبدأ بعد، لأننا في نتحدث الآن عن بلد مزقته الحروب، وقع فجأة في وباء ينتمي إلى القرن 21، وباء من أكثر التعقيدات على أكثر الأوبئة تعقيدا على الإطلاق. لاحظي أن المشكلة الأساسية فيما يجري في صنعاء أو في اليمن إجمالا هو أن البلد ليس لديها استراتيجية احتواء، بمعنى لا توجد استراتيجية معينة بإمكاننا القول أننا فعلا وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، حتى أنه من الصعب أن نقدم نصائح كقديسين وكدعاء ونطلب من الناس أن يذهبوا إلى البيوت ويختفوا في منازلهم وأن يتباعدوا اجتماعيا إذا لم تكن الاستراتيجية واضحة، بمعنى علي أن أقول للشخص ألف أو للمجموعة البشرية باء
اذهبوا الى منازلكم، لكن بشرط لابد ان تكون الاستراتيجيه واضحه من البدايه، بمعنى لمده شهر او لمده 4 أسابيع لابد ان تكون الاستراتيجيه واضحه. ومن البدايه لابد ان نضع استراتيجيه خروج، عندما نضع استراتيجيه دخول لابد ان تكون استراتيجيه الخروج قد وضعت. انا اذا طلبت من الناس الان ان يفروا الى منازلهم، ان يتباعدوا، السؤال هو الى متى وباي كلفه؟ لان المشكله وباء كورونا انه ليس تحديا صحيا فقط، او ان التحدي الصحي هو اقل التحديات في منظومه كورونا او في ظاهره كورونا، لان التحدي الاقتصادي هو الاكثر تعقيدا. انت تطلبين من الناس من 80% من المجتمع يكسبون قوت يومهم من الحركه اليوميه ان يختفوا في منازلهم، ثم لا تقولين لهم عليكم ان تصمدوا الى اي زمن؟ ثم ما هي مسؤوليتك انت كسلطه، بمعنى في حال انه تعقد وضعهم الاقتصادي اولا، ثم النفسي والاجتماعي، ثم الصحي، ما هي الاستراتيجيه التي اتخذتها السلطه اكس واي للتعامل مع كل هذه التحديات المتعدده الوجود؟ نعم، خاصة مع عدم وجود علاج للوباء ولا حتى حلول إجرائية قامت بها أي من السلطات. تمام. طيب دكتور، يعني هناك يعني من يتساءل، خاصة حينما علموا بأننا سنناقش هذه الحلقة، استفسارات بأن من يموتون في صنعاء أغلبهم لا يمرون بأي أعراض مشابهة لأعراض الفيروس، اختناق ثم وفاة مباشرة، يعني بعضهم لا تظهر عليهم أعراض قوية حتى يعني يحتاجوا لنقل للتنفس الصناعي أو مرحلة الحمى المرتفعة، كل هذه الأعراض بعضهم لا تظهر، يعني ربما مع تواصلنا أيضا مع أهالينا يتحدثون بنفس المنطق، يعني خلال يوم، اليوم الأول يتعب فيها المريض، اليوم الثاني يضيق تنفسه ويتوفى فورا. يعني أنا بعتقد أنه هذه الصورة الإكلينيكية هي استثنائية أو مبالغ في الحديث عنها. نحن من خلال متابعتي الشخصية ومن خلال الرصيف الإلكتروني تطبيق طبيبي، بتصلنا بنتابع حالات على مدار اليوم، حالات مئات ليس بالعشرات. القصة أنه هناك حالة خوف وهناك أساطير بتتحكم الآن بانفعالات الناس، وهذه الأساطير بتقول أنه إذا بانت عليك الأعراض فهذا يعني أنك ستدخل في مغارة وفي متاهة، وأن الحوثيين سيأخذونك إلى الحقن الرحيمة وإلى الاسترداب الغير معلوم، وستذهب في طريق لا عودة إلى آخره. لذلك مثلا كنت أتحدث إلى مدير عام مستشفى في صنعاء قبل 3 أيام، أخبرني بشكل واضح، قال اليوم مات 5 أشخاص في الطوارئ، منهم 2 وصلوا في حالة منتهية. كنت أتحدث إلى مديرة أيضا في أحد المستشفيات في صنعاء، قالت بالحرف الواحد بس الحالات التي تصل منتهية، حتى من المؤسف أنها استخدمت، أو الدكتور أيضا استخدم كلمة expired معناته نافق، أنه المرضى يختبئون في البيوت يخشون حتى من التعبير عن آلامهم وأعراضهم. هذه مشكلة لغاية ما نحن نعرف آسيا أن المرض يدخل في طور من الهدوء، بمعنى تكون الأعراض واضحة، وهذه حالات إحنا عرفناها ونشرت معلومات ودراسات وبيانات كثيرة جدا عن هذا الموضوع، أنه الفيروس ممكن في لحظة يدخل المريض في sudden crisis، في انهيار مفاجئ. يعني إحنا مثلا كان عندنا مريض 31 سنة دخل، كان حتى أنه استخدمنا مصطلح كنا بنسميه مصطلح مستقر بشكل خادع، بنستخدم مع مرضى كورونا، مستقر بشكل خادع، بمعنى يبان امامك انه عنده حمى، وقع في المفاصل، يمكن اسهال، بعدين فجاه ينهار امامك، وهذه طبيعه عمل الفيروس. ولكن في الحقيقه ان الاعراض تبدا مبكره وبتاخذ وقت، لكن بسبب السياسه التي اعتمدها الحوثيين، سياسه الخوف المطلق والرعب، وان حول الفيروس الى متاهه، الى مغاره علي بابا، الناس فعلا ما بتطلعش من البيت او لا تطلب الخدمه الا عندما يكون الوقت قد تاخر تماما. نعم، إذا سمح لنا دكتور أن ينضم معنا الأستاذ عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي عبر الأقمار الاصطناعية. مأرب، مساء الخير أستاذ عبد الباسط. مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام، وعيدكم مبارك جميعا. علينا وعليكم إن شاء الله أستاذ عبد الباسط. إذا أصدرتم في مركز العاصمة الإعلامي تقرير حول وباء كورونا في صنعاء، قلتم فيه بأن عدد المصابين بكورونا بلغ 2500 حالة وأكثر من 320 وفاة، ما مدى دقة هذه المعلومات أو الإحصائيات؟
طبعا أن تبحث عن معلومة أو أن تصل إلى معلومة حقيقية في العاصمة اليمنية صنعاء ذات الكثافة السكانية والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي منذ 5 سنوات هي بالحقيقة مهمة صعبة جدا، ولهذا تواجهنا كثير من الصعوبات والعوائق في الوصول إلى المعلومة الحقيقية. انتشار الوباء لم يكن جديدا، وهو كما قال الدكتور مروان الغفوري وكتب كثير في صفحتي على موقع فيسبوك، وأيضا كثير من النشطاء خرجوا إلى الإعلام الجديد يواجهون تكتم ميليشيات الحوثي بالحقائق والشهادات المرعبة وحجم الوفيات. طبعا مركز العاصمة اعتمد على الأرقام هذه، وهو رقم تقريبي، وربما الآن يصعد الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، من خلال أطباء من خلال تواصلاتنا مع أطباء في عدة مستشفيات سواء خاصة أو حكومية، بالإضافة إلى مسؤولي مقابر. يعني وصلنا إلى مرحلة أنه لن نحصل على معلومة بضحايا هذا الوباء إلا من خلال حفاري القبور من عدة مقابر داخل العاصمة صنعاء، وهي يعني حالة تكشف مدى تكتم ميليشيات الحوثي وتسترها على هذا الوباء منذ شهرين تقريبا أو أكثر، عندما يعني خرج مسؤول في وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثي وهو محمد عبد القدوس يتحدث عن تسجيل أول حالة اشتباه بوباء كورونا في العاصمة اليمنية صنعاء. ميليشيا الحوثي اعتمدت استراتيجية التستر منذ البداية، لديها ربما يعني تعتبر أنها ستفقد اعتبارات سياسية وأيضا مادية وأيضا عسكرية من خلال تكتمها. قامت بإقالة هذا المسؤول وأيضا جردته من منصبه وأحالته للتحقيق. يعني تسجيل يعني خروج هذا المسؤول الحوثي إلى العلن ليكشف وصول الوباء، وفعلا وصل قبل شهرين تماما، ولك أن تتخيلي وجميع المشاهدين يعني إذا كانت حالة واحدة وصلت إلى صنع العاصمة صنعاء قبل شهرين تقريبا، فكم هي الحالات التي وصلت إلى الآن؟ ربما عشرات الآلاف الآن. حجم الوفيات لم نحصل عليها إلا من مسؤولية إدارة المقابر، واستطعنا أن نحصل على رقم 320، وربما الآن تضاعف إلى أكثر من 400. هناك شهادات مرعبة تكتب من نشطاء ومن نعم. شهادات ومن شهادات الأهالي والأطباء داخل العاصمة صنعاء. نعم، إذن أعود إليك دكتور مروان. دكتور، يعني في ظل هذا الرقم التقريبي الذي قام به مركز العاصمة الإعلامي، وربما يعني نحن نعلم أن هناك كارثة في صنعاء تمضي بصمت، لكن أنت لديك بالتأكيد مقاربتك العلمية حول ما يحدث، خاصة في ظل توفر هذه الأرقام التي ربما تكون أكثر بكثير كما تفضل ضيفنا. في اللقاء الذي جمع طه المتوكل باتحاد المستشفيات الخاصة قبل 2 أسبوع قال بشكل واضح أنه لدينا الآن 1300 حالة مسجلة رسميا باعتبارها حالات إصابة مؤكدة، وقال أيضا لدينا 2000 حالة فحصت وننتظر النتيجة. ثم خلال 24 ساعة قيل حوثيا داخل الدوائر المغلقة داخل الدوائر الطبية المغلقة أن على الأقل 700 حالة من 2000 حالة المنتظرة كانت إيجابية، بمعنى أنه قبل 2 أسبوع فقط وعلى المستوى الرسمي كان هناك 2000 حالة في صنعاء فقط، وغالبا هذه الحالات التي بتنتمي إلى 5%. لأنه لدينا نحن، وسأعيد هذا الكلام مرارا، أنه في سيرة هذا الوباء أو هذا المرض COVID-19 80% يعانون من أعراض يمكن احتمالها، في الغالب ما بيدخلوش المستشفيات. 14 إلى 15% يعانون من أعراض شديدة لكنهم يدخلون إلى الأقسام العادية في المستشفيات، ثم 5 إلى 6% يذهبون للعناية المركزة. الفحوصات التي أجرها الحوثيين أجريت على الأشخاص الذين إما انتقلوا العناية المركزة أو كانوا على شفير دخول العناية المركزة، أو الذين ماتوا قبل دخولهم العناية المركزة، بمعنى أنه مطرح كل حالة بإمكانك أن تقول أن هناك 90 حالة. إذا أخذنا بس الموضوع بشكل عام مبسط، أنا أشرت أكثر من مرة إلى النموذج الذي نشرته جامعة كولومبيا في نيويورك. قالت عندما سجلت أكبر 5 ولايات أمريكية 23 حالة
كان هناك بالفعل 28 ألف حالة، بمعنى أنه عالميا أيضا مطرح كل حالة هناك 1000 حالة. إذا اعترف الحوثيون ب 2000 حالة، اضربي 2000 في 3000 حصل على أرقام عالية. لكن المشكلة في الأساس، مشكلة هذا الوباء، هو أنه ينتقل على شكل كلاسترز. وأنا سبق أن تحدثت في هذا الموضوع أنه كان لدينا مجموعة طبية تعمل في صنعاء في مكان ما، أجرت عملت نموذج لطيف علميا، تتبعت حركة الفرد اليمني في صنعاء وقالت بأنه، أنا سبق أن قلت هذا الكلام أيضا على صفحتي، أعيد هذا الكلام للمشاهدين، أن الشخص اليمني في صنعاء إذا خرج من الباب فإنه يعود إليه مرة أخرى، وقد خالط ما بين 300 إلى 500. إذا كان الشخص هذا مصاب فأنت تخيلي كم ترك من ضحايا في طريقه. الموضوع ما هوش سهل. نحن بنتحدث الآن، الأطباء الآن بيعيشون حالة فزع. لك أن تعرفي أن المستشفيات الآن، أنا أخشى، أنا كنت أتحدث من قليل على الأسوشيتد بريس، أخشى أنه خلال شهر إلى شهرين من الآن أن لا نجد طبيباً. ليس فقط لأن الأطباء يصابون، ولا لأن الأطباء يفرون، ولا لأنهم يختبئون، وهذا يحدث للأسف، ولكن لأن المنظومة الطبية نفسها بيحصل لها كولابس، بتنهار وبشكل سريع. المستشفيين أو المغارتين زائد والكويت تقريبا الآن أغلقوا، لم يعد يوم أي كفاءة استيعابية، ولدينا مستشفيات أخرى بتترنح. الوضع الصحي هش للغاية، وهو ليس مثالا لأي منظومة صحية في العالم. هذه مشكلة في غاية التعقيد. ولدينا أيضا الغياب منظومة ميتيجيشن أو منظومة الاحتواء لهذا المرض، وهذه بتعقد المسألة. وهذا ما قلته سابقا وسأعيده الآن، نحن لا ننتظر يا أستاذ آسيا، لا ننتظر أنه نصل إلى الذروة في ولا في مدى منظور، لأنه لكي تصل إلى الذروة، لأنه الهدفين دائما للتعامل مع المرض، الهدف الأول هو أولا تخفيض إبطاء المرض. بدل ما الفيروس ينط من واحد، الفيروس ينط من واحد لعشرة، ينط من واحد لاثنين، ثم بعد ذلك توقفيه عند مستوى معين، ثم تسحبي لتحت، تسحبي الموقع، ساعتها يقال كيه الآن نستعد للخروج، عندما لا يكون لديك أي استراتيجية بالمرة. هناك مقولة قيلت في التاريخ عن اسطنبول عندما نقل إليها الطاعون من مصر، قيل في تلك الأثناء قبل القرن الخامس فيه الميلادي، قيل في ذلك الوقت توقف الطاعون في اسطنبول عندما لم يجد من شخص يقتله، لأنه قتل كل الناس أو أخرب كل البيوت أو أصاب كل الناس. ويبدو أن هذا البشر سيكون قريبا من صناعة، معنى سيقف الوباء، سيقف كورونا عندما لا يجد أحدا صالح. للأسف هذا السيناريو ممكن جدا، وأنا سبقا قرعت الأجراس قبل أسابيع عدة، ونحن الآن أمام الكارثة. سيناريو مرعب حقيقة دكتور مروان. اسمح لي أنت وضيفي الأستاذ عبد الباسط أن ينضم معنا أحد سكان العاصمة صنعاء، عبد العزيز محمد عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير عبد العزيز. يا مرحبا، مساء النور. أهلا بك عبد العزيز، أود أن تخبرنا ما الذي يحدث في صنعاء من خلال مشاهدتك ومعرفتك بالحارة ومحيطك الذي تسكن فيه. بالنسبة لصنعاء تستطيع أن تقول أنه لا يمر يوم لا تسمع فيه بوجود حالة وفاة أو إصابة جديدة بكورونا. إما أن تكون هذه الحالة لناس قد تعرفهم أنت شخصيا، أو حالة تسمع بها من خلال متابعتنا لصفحات الفيسبوك، مثلا فقد أحد الأصدقاء، أحد أقاربه، أحد من يسكنون إلى جوارهم. لا يخلو فيروس كورونا من صنعاء أبدا. نعم. إذن يعني ما هي ردة فعل الناس؟ وأنت تحدثني أنه يعني كل يوم أنتم تسمعون بإصابات جديدة، بموتى جدد، يعني الوباء منتشر ورائحة الموت في الأزقة كما يقال. كيف هي ردة فعل الناس؟ بالنسبة لصنعاء، رد الفعل في صنعاء، الناس هم مقسومين إلى قسمين في صنعاء. القسم الأول الذي هو الناس الواعيين الملمين بخطر هذا الفيروس والمقتنعين بوجود حالات تموت كل يوم في صنعاء.
هم هؤلاء كله يحاولون قدر الإمكان الالتزام بطرق الوقاية والاحتراز، لأنهم يعرفون حجم الكارثة الحاصلة. والقسم الآخر يعرفون القسم الثاني هم الأشخاص الذين يساعدون على انتشار الفيروس. طبعا هؤلاء الأشخاص هم الذين يقولون لك، مثلا تخبرهم أن الفيروس موجود في صنعاء، يقول لك يا أخي الفيروس مش موجود، لو كان موجود كان هم أعلنوا. إيش مستفيدين لما يخبوا طيب السلطة؟ طيب باعتقادك أنت ليش فعلا ليش الحوثيين فعلا بيخفوا زي هذه المعلومة؟ ربما يمكن لو تكلموا من البداية كان الناس آمنوا بوجود هذا الفيروس والتزموا، والحوثيون كسلطة يعني تجبر الناس، تستطيع أن تجبرهم بالبقاء في منازلهم وأن تقوم بكثير من الخطوات الإجرائية. الحوثي يرى أن موضوع فيروس كورونا انتشر في صنعاء بوقت غير مناسب بالنسبة لهم، كان وقت زكاة وذروة عمل عند التجار الذين يأخذون منهم الحوثي سنويا مبالغ خيالية، وهذا لا يخفى على الجميع أنه موسم للتجار، ومش لصالحهم إعلان وجود حالات وتخويف الناس في هذا الوقت الثمين. سيخاف المواطن أولا من الخروج للأسواق، وستصبح حجة لدى التجار بأن هذا العام لم يشتغلوا بسبب كورونا. طيب احنا من فين ندفع لكم اذا كنتوا يعني اعلنتوا هذا ورعبتوا الناس ويستوا؟ نعم، كان الله في عونكم اخ عبد العزيز، ونسال الله لك السلامه ولجميع من يعيشون في اليمن. عبد العزيز محمد من سكان صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عوده اليك استاذ عبد الباسط. استاذ عبد الباسط، ربما يعني حدثنا الدكتور مروان عن قد تنهار المنظومة الصحية وقد لا نجد طبيب، وأنتم تحدثتم أيضا بأن الحوثيين احتجزوا هواتف هؤلاء الأطباء في مستشفى الثورة تحديدا، يعني هل ذلك صحيح؟ لماذا سيقومون بمثل هذا العمل؟ نعم، أولا أعتقد أن المشكلة ليست في الوباء، في تفشي الوباء في العاصمة صنعاء. المشكلة الآن اللي يواجهها سكان العاصمة اليمنية صنعاء، وإحنا بدورنا كمؤسسات إعلامية مدنية يعني نمارس دورنا في حق الضغط يعني على جماعة الحوثي بأن تخرج تعلن الحقيقة للناس، وأن تكاشف الناس، وأن تخرج يوميا بمؤتمر صحفي يعني، وأن تنتهج الشفافية في تعاملها مع هذا الوباء. هذا هو دورنا الكبير، وهذا ما نحتاجه من أجل أن يتخذ الناس الإجراءات والاحترازات قدر الإمكان مع يعني الظروف المعيشية التي يعيشها سكان اليمن بشكل عام. نعم، هناك يعني انتهاكات حصلت للأطباء، وصلت إلى حد التوحش في مسألة يعني مصادرة هواتفهم في عدة مستشفيات، اتهامهم بأنهم ينتمون للعدوان أو يخدمون العدوان في مسألة يعني إخبارهم للناس بتفشي الوباء داخل العاصمة صنعاء. وعندما يخرج هؤلاء الأطباء، وبعضهم خرج بوقت مبكر يعلن يعني عن خروج السيطرة داخل العاصمة صنعاء، يعني كمسؤولية أخلاقية ومهنية وإنسانية يقوم بها هذا الطبيب. وبالتالي قامت جماعة الحوثي بعملية ترهيب كبيرة بحق هؤلاء الأطباء، جردتهم بعضهم من هواتفهم، بعضهم هددتهم بالسجن 3 سنوات في حال يعني خرجوا للرأي العام يعلنون عن تفشي هذا الوباء. يحدثنا أطباء داخل يعني بأن مستشفى الكويت تجرد تماما من وجود الأطباء، ولم يوجد فيه إلا المرضى، إلا ممرضين فقط، ممرضون يعني ما زالوا يفتقرون لأدنى الاحتياجات سواء الصحية أو الطبية، وبالتالي يتعاملون مع المرضى بمعاملة عشوائية للغاية. نعم، إذن دكتور مروان، يعني ربما تحدثنا معك مرارا وتكرارا حول ما يحدث يعني من كارثة حقيقية جراء إخفاء الحوثيين للأعداد الحقيقية المصابة بالفيروس، أو ما هو الوضع يعني للمرضى. لكن يعني هناك محاذير أنت حذرت منها ربما منذ البداية،
الآن وصلنا إلى سيناريو مخيف كما تحدث، برأيك هل ما زال هناك حلول؟ يعني هل يمكن إنقاذ الوضع؟ طبعاً نحن تعلمنا في المدرسة It's never too late، عمر الوقت ما كان متأخر لعمل أي شيء. علينا أن نعيد استذكار حقيقة مجتمعنا اليمني، وهو أنه 70% يعيشون في الأرياف. إذا كانت المدن قد تحولت إلى مراكز وباء، فعلينا أن نمنع أو نحول دون أن تتحول الأرياف إلى مراكز للوباء. هذه نقطة في غاية الأهمية. بإمكان السلطات، أي سلطات، أنواع السلطات الثلاث، أي شكل أشكال السلطة في البلد، إن شاء الله سلطة مافيا، أن تقيم فعلا حواجز ما بين المدن والأرياف حتى تهبط الموجة بأي شكل من الأشكال. هذا واحد. ثاني شيء، المعلومات الجديدة التي تصلنا والتي تنشر مرارا عن طبيعة الفيروس تفاجئنا. الحقيقة أن حكاية أن الفيروس ينتقل من شخص إلى شخص، أن الوباء يتحصل عبر انتقال الفيروس من الشخص ألف إلى شخص باء ومن الباء إلى دال، مش حقيقي، لأنه حوالي 80% من المصابين لا ينقلون الفيروس، وهذه دراسة جديدة نشرت أول امبارح وكانت مفاجأة. وفي حوالي 10% إلى 15% هم الناقلون الحقيقيين، بمعنى أنه إذا قلنا الآن، وهذه الظاهرة لاحظناها كثيرا، أن أسرة مكونة من 10 أشخاص شخص يصاب بعد أسبوعين ثم يتعافى والأسرة لا يصاب أحد، لكن هناك بعض الأشخاص بيتحول إلى ما يمكن تسميته بالسوبر سبريدر أو الناقل العملاق، بمعنى أنه إذا اتخذنا في هذه اللحظة قرار بتفكيك الحياة الجماعية ومنع الناس من الالتحام، بمعنى يحتاج الفيروس إلى ما يمكن تسميته بالكلاسترز العناقيد، أنه ليكن عندك مثلا مسجد فيه 200 مصلي، إذا في 3 أشخاص مصابين، شخص واحد راح ما عملش مشكلة، اثنين ما عملش، الشخص الثالث المصاب هو الذي بإمكانه فعلا أن يعدي 60 و70 داخل المسجد ويحدث قنبلة بيولوجية. هذه الظاهرة الغريبة وغير المفهومة والمراوغة للفيروس كورونا بتعطينا دائما، يعني عفوا دكتور حتى أنا أفهمك ويفهمك المشاهدين، يعني في شخص مصاب بيكون ناقل وفي شخص مصاب ما بيكونش ناقل، هكذا يعني؟ تماما. مش شخص مصاب، في من 10 أشخاص مصابين في تقريبا 2 فقط يكونوا قادرين على أن ينقلوا الفيروس، و8 أشخاص ما بيكونوش قادرين على نقل الفيروس، بالرغم من أن تركيز الفيروس عند الشخص ألف هو نفسه عند تركيز الفيروس عند شخص باء. في البداية كان يعتقد، في الأشهر الماضية كان يعتقد بأنه الشخص المريض سواء ظهرت عليه الأعراض أو لم تظهر عليه الأعراض يكون ناقل. الحقيقة أن البيانات الجديدة التي وصلتنا لذلك غيرت كثير من المعادلات في الأسبوع اللي فات في فهم طبيعة الفيروس، وأدخل فاكتور اسمه الفاكتور كي، يعني موضوع بس شوية أكاديمي لذلك ما صعبش أن أنا أتحدث. طيب يعني هل يعني ممكن معرفة، يعني مثلا لديك 5 أمراض أو مصابين بالفيروس، هل تعرف من هو الشخص الناقل من بينهم أو اللي بيكون قادر على نقل الوباء؟ أنا يهمني في هذه الظاهرة التالي، هو أنه بما أن هذه واحدة من طبائع هذا الوباء المراوغ والذي لم يفهم حتى الآن بشكل كلي، فهذا يعني أنه إذا كان لدي 100,000 إصابة في صنعاء فإن الوقت لم يتأخر بعد. هذا ما أريد أن أقوله، يعني هذه حاجة إيجابية يعني أو معلومة إيجابية نوعا ما، لأن إذا كان لديك 100,000 مصاب هذا يعني أنه الخطورة هي موجودة في 20,000 مش في 100,000. لذلك إذا اتخذت إجراءات شديدة الآن ووقفت الحياة الاجتماعية وأبعدت فرقت ما نسميه الكلاسترز البؤر والعناقيد، بمعنى ممنوع، لذلك اتخذت ألمانيا بشكل مبكر قرار أنه ممنوع أي حتى مشي في الشارع أنه يكون في أكثر من 2 في الشارع، والبوليس انتشر في الشوارع ويحقق أنه مع أي 2 مع أي 3 ماشيين في الشارع على أي أساس، إلا إذا أثبتوا أنهم من أسرة واحدة، لذلك كنا بنمشي بالبطائق الشخصية. لذلك أنت مش محتاجة تعلن حظر تجوال عام كما حدث في بعض الدول، لكن أنت محتاجة فعلا أنك تفكك الحياة الاجتماعية، بمعنى أكثر من 3 أشخاص ممنوع منعا باتا، والخروج عادي مش لازم تعملي حظر تجوال، بمعنى ممكن تطلع تشتري لكن تطلع تتباعد أمتار عن بعض، تلبس الكمامات، تخيط كمامات من القماش، مش لازم نستخبى كلنا في البيوت. ما هذه طريقة استخدمت في البداية كانت بشكل مبكر لحتى نتمكن من ابتكار استراتيجية تعامل مع الفيروس،
وفهم هذه القضايا. الآن بعد ما فهمناه إحنا نطلع كلنا للشارع، بس ما فيش أكثر من 3 أشخاص، ما فيش أكثر من أسرة بتتزاور، لابد من الكمامات، لابد من النظافة، لابد من التعقيم، وممنوع التجمعات الكبيرة، المساجد والجوامع والقصة والمضاربات. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة دكتور، يعني خاصة مسألة التجمعات، ولكن اسمحوا لي أن تنضم معنا الأستاذة أمة السلام الحاج، وهي رئيسة رابطة أمهات المختطفين عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وبصحة وسلامة، أنت وجميع الأمهات وأبناؤكن جميعا. أستاذة أمة السلام، يعني حدث ما خشيتم منه منذ البداية، وكنتم تطالبون مجرد أن انتشر فيروس كورونا في العالم، طالبتم بإخلاء السجون والمعتقلات لدى ميليشيا الحوثي ولدى الجميع حتى لا يصاب أحد هؤلاء السجناء الذين لا ذنب لهم حقيقة. حدث ما خشيتم منه وأصيب 2 وأصدرتم بيان، حدثين عن هذه النقطة. طبعا نحن حذرنا من وقت سابق على أساس أنه الوضع خطير في السجون، خاصة السجون الحوثي وأيضا السجون في عدن، فالوضع خطير بالنسبة لهم، والرعاية الصحية منعدمة، والوضع صعب جدا وسيء جدا، لا توجد يعني شروط السلام، أبسط شروط السلام لهم. وأيضا أن بدأت العسكر أو الماسكين السجن مثلا في بير أحمد بدأ مرض واحد والآخر توفى، وأيضا أصدرنا بيان بذلك. ثم بعد ذلك تلقينا بلاغ قبل يومين من السجن المركزي بصنعاء، وتم عزل 2 من المرضى، والباقين عزلوهم في ظروف أيضا سيئة لا تساعدهم على السلامة والبقاء بخير. طبعا احنا كرابطة ادخلنا للمختطفين والمعتقلين بعض المنظفات والمعقمات التي استطعنا ان نوفرها عبر الاهالي. هل تأكدتم من وصولها؟ يعني قد لا تصل حتى. يعني تم التوصل، تم توصيلها عن طريق الاهالي في اثناء الزيارات، لا توجد زيارات، وإنما إدخالها عبر المساجين، عبر السجانين. الشيء الخطير أن جماعة الحوثي وأيضا في عدن لم تتم هناك النزول من الصليب الأحمر إلى السجون، والسمح لهم بتوزيع المعونات الطبية. وأيضا المشكلة الكبيرة أن هناك عدد كبير من المخفيين، لم نستطع نحن كرابطة أن نتأكد من حالتهم ومن صحتهم. إذن الوضع خطير جدا جدا جدا. نناشد الجميع، نناشد العالم، نناشد الضمير الإنساني أن أنقذوا هؤلاء البشر. لدينا 164 مريض مختطف داخل هذه السجون، وهم هؤلاء الذي نخشى أيضا عليهم، لأنهم أكثر ناس ممكن أن يتعرض عرضة للإصابة. لهذا الوباء. الوباء خطير، لا يفرق بين صغير ولا كبير، وكما ذكرنا شروط السلامة منعدمة داخل السجون. الشيء أيضا المحزن المبكي أن جماعة الحوثي تعتقل كثير من المرضى داخل السجون، يعني تدخل المرض، هذه الجماعة الغبية تدخل المرض إلى داخل السجون، يعني تتعامل بغباء مع المصابين والذي تعرضوا والمشتبه بهم، يعني بدل ما تعزلهم في أماكن فهي تقوم باعتقالهم. وهذا الذي يعني كما قلت نخشى على أبنائنا المختطفين وعلى اليمنيين عموما. نعم، أنتم طلبتم في البيان أيضا أستاذة أمة السلام الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والمنظمات الدولية وفي منظمتها مقدمة عفوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، هل تلقيتم أي رد فعل؟ لم نتلقى أي رد فعل منهم، ودائما هذه المتعودين منهم أنهم يتجاهلوا هذه النداءات وهذه
وهذا الأمر الخطير الذي يحصل دائما. فنحن متوجهين دائما إلى النداءات والاستمرار في النداءات بحيث أنه نسمع هؤلاء ونوقفهم أمام مسؤولياتهم أمام هذا البشر، أمام مسؤولياتهم، أمام التزاماتهم الدولية وتعهداتهم في توصيل هذه المواد الإغاثية الخاصة بمرض كورونا إلى هذه السجون. السجون تفتقر إلى الماء، تفتقر إلى النظافة، تفتقر إلى المعقمات، تفتقر إلى أبسط الأدوية الموجودة هناك. وكما قلت لكم جماعة الحوثي تتعامل بغباء مع المصابين. أيضا في عدن الكهرباء تنطفئ إلى أوقات يعني كبيرة جدا، والحر شديد، والأوبئة بشكل كبير جدا. يعني غير كورونا في عندك الحميات المتنوعة والملاريا، يعني أشياء كثيرة. فهؤلاء بشر مهما كان لابد من الالتزام لهم بحقهم في الحق في الحياة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا سلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عبد الباسط. أستاذ عبد الباسط، تحدثت الأستاذة أمهات السلام عن السجناء خصوصا يعني بعد هذا البيان الذي أثبت أن هناك اثنين من السجناء أصيبوا في صنعاء واثنين أيضا في عدن أحدهما توفي للأسف. هل تتبعون من في السجون أو تقومون بعمل رصد؟ نعم، ما ذكرته رئيسة رابطة أمهات المختطفين هو أيضا يدق ناقوس الخطر في وصول أو تفشي وباء كورونا إلى السجون، وهذا يدل على أن هذا الوباء يعني تعدى الأبواب كثيرة. يعني بعد انتقاله إلى الأحياء الصغيرة، بعد انتقاله يعني إلى الحارات، إلى البيوت الصغيرة، وهذا ينذر بكارثة كبيرة يتطلب يعني جهد كبير محلي ودولي، سواء من قبل المنظمات أو من قبل المبعوث الأممي، بالضغط على ميليشيات الحوثي بالإفراج عن هؤلاء المختطفين. وهؤلاء المختطفون يعني معظمهم اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم وهم مدنيون يعني. صحيح. ولفقت لهم تهم كيدية، ومعظمهم حتى نشطاء سياسيون، فالإفراج عنهم يعني واجب، والضغط على يعني من قبل الجميع سواء منظمات أو أفراد أو نشطاء حقوقيون هذا واجب كبير عليهم أن يقوموا به. ما يحدث في العاصمة صنعاء باختصار هي مدينة موبوءة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلينا فقط أن نتابع يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى صالة عزاء كبيرة، الذي ينقل يعني عن أقاربه أو عن صديقه، وهؤلاء فقط المعروفون. هناك من العامة ومن الفقراء والمتعبين ومن غير المعروفين يموتون بدون ضجيج وبهدوء، ولا يعرفوا حتى أن يصل شهاداتهم أو أقاربهم إلى منصة التواصل، بمعنى أن ما ينشر هو يعني جزء من ما يحدث فقط من الكارثة الحقيقية داخل عاصمة صنعاء. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباسط الشارجع مدير مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. عودة إليك دكتور مروان. دكتور مروان، يتعامل الحوثيون مع هذه الجائحة بطريقة يعني لم يسبقهم إليها أحد، يعني لا ندري هل هو غباء أم عدم إدراك لفداحة الأمر أم أنه تعمد حقيقة بأن يعني يتوفى أكبر عدد من اليمنيين، لا ندري حقيقة أين الإشكالية بالضبط، كيف تفسر الأمر؟ وفي الحقيقة سبق الحوثيون في هذه الاستراتيجية. نحن لدينا في المحور إيران سوريا صنعاء، الاستراتيجية نفسها سوريا لم تعلن عن حالات حتى الآن، سوريا لم تتخذ أي استراتيجية لاحتواء الوباء، سوريا لا تتحدث والأسواق ممتلئة ومكتظة، المعلومات التي تصل من سوريا مخيفة، والنظام السوري لا يكترث بالمرة، وكذلك ما حدث في إيران. إيران أعلنت في البداية عن مجموعة من الحالات وتصدرت
دول العالم في عدد الوفيات، ومات برلمانيون ومسؤولون ومستشارون وقريبون من رئيس الجمهورية ومن المرشد الأعلى. ثم استخدمت إيران كل هذه الجنازات للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتأليب المجتمع الدولي على إجراءات الحصار، وعندما لم تفلح في ذلك لأن العالم أصلا منشغل عن الحاجة الاقتصادية الإيرانية بمشاكل خاصة، فهنا عادت إيران وأغلقت الدفتر بالمرة وقالت ما عاد فيش كورونا، خلاص شطبنا، خلصت الأول. وهذه فلسفة، لأنه هذه أنظمة، لأنه أعتقد كتب عن هذا الموضوع بشكل مبكر على فكرة من فبراير وفي مارس، كان بيكتب عن علاقة كتب حتى استراتيجية عن علاقة وباء كورونا بالستابيليتي أوف ذا بوليتيكال سيستم، اللي هو باستقرار النظام السياسي. وقيل بشكل مبكر قدمت تطريحات كثيرة بتقول أنه كثير من الدول التي لديها مشكلة في مشروعية السياسية بتعتقد أو بتنظر إلى هذا الوباء باعتباره تهديد لاستقرار النظام السياسي، لذلك من الأفضل إنكاره أولاً، ثم ثانياً احتواءه عن طريق الإنكار. هي استراتيجية بتعتقد بالنسبة للحوثيين هي استراتيجية بقاء، لكن السؤال هو ما إذا كانت، لأنه نحن نعرف تصلنا معلومات وتصلك معلومات إلى المشاهدين أنه الحوثي أنه الوباء وصل إلى السلالة الزرقاء، سلالة الدم الأزرق، وتوغل في البيت الإلهي الحاكم، وبدت فعلا ضحايا بتسقط. وهؤلاء الناس قد يكونون أول من يلوذ بالفرار، ولدينا أمثلة في التاريخ عن أوبئة دخلت واجتاحت صنعاء وهربت سلالات الدم الأزرق إلى خارج صنعاء إلى أن استتبت وعادت الأمور. على كل حال ينظر دائما إلى الأوبئة الشديدة غير المفهومة باعتبارها تهديدا لاستقرار النظام السياسي، وسبق في التاريخ في مراحل كثيرة أن هذه الأوبئة أن أوبئة كثيرة أسقطت فعلا أنظمة سياسية. في عام 1987 عندما أعلن عن اكتشاف فيروس الإيدز، أحس فجأة النظام الاتحاد السوفيتي أنه مستهدف. الاتحاد السوفيتي الذي كان يسيطر على مساحة هائلة من العالم، 5-6 مساحات العالم، أحس بأنه فيروس الإيدز يستهدف استقرار النظام السياسي شخصيا. وظهرت أظرف أشكال الدعاية في ذلك الوقت أنه هذا فيروس صنعه الأمريكان لكي يهددوا سلامة الحكومات العمالية في العالم إلى آخره. لذلك أنا بإمكاني أن أتفهم الأنظمة السياسية ذات الأزمة مع المشروعية التي لديها أزمة مع مشروعية بتنظر لأي ظاهرة غير مفهومة باعتبارها تهديد أمن، مش بس مع الوباء. نعم. أخيرا دكتور، يعني كتبت في صفحتك كيف أخفت الكنيسة بعض الحقائق بالتزامها بالتعاليم الاحترازية، وكيف تحولت مجموعة من الكنائس إلى بؤر حقيقة للوباء، وأنت ربما تابعت صلاة العيد في تعز وفي بعض المناطق، والسلام العيد الذي لم يعني يتوقف خلال أيام العيد، يعني بالتالي ما الذي يمكن أن ننتظره في الغد، خاصة وأن هناك حقيقة من لا يبالي لا بنفسه ولا بمن حوله؟ عزيزتي آسيا، أنا سأضرب لك 3-4 أمثلة في بضع ثواني. احتفالية عيد في شمال باكستان اشترك فيها مجموعة من المصابين، بعد أسابيع تحولت إلى كارثة. احتفالية دينية حضرها حوالي 16 ألف في ماليزيا، بعد بضعة أسابيع تحولت إلى كارثة. احتفالية دينية حدثت في الهند، بعد بضعة أسابيع تحولت إلى كارثة، إلى آخره. الكارثة بتتأخر على فكرة، ما هيش on off، بمعنى أنه نحن لدينا الآن في صلاة العيد وفي العشر الأواخر من رمضان سلسلة لا متناهية من المساجد التي مارست هذه الطقوس بشكل حشودي ملتحم، وحضرها بالضرورة وبكل تأكيد مصابون. الفكرة هي كم لدينا من القنابل البيولوجية. نحن لا نعرف، في ستراسبورغ في شرق فرنسا كان هناك احتفال حضر حوالي 4000 شخص لمدة 3 أيام، احتفال شبيه باحتفالية احتفال إيفانجيليكي. حضر بعض كان في فتاة أو فتاتين مصابات تحولت إلى قنبلة بيولوجية، وصفت فعلا بأنها قنبلة بيولوجية. لذلك أنا قلت من البداية نحن لا نعلم بالضبط ما هو شكل الوباء خلال الثلاث الأسابيع الماضية، لأنه فترة حضانة، لدينا فترة حضانة تأخذ قرابة أسبوعين إلى 3 أسابيع. ما الذي يعني ما هو الشكل الذي سيبدو عليه المجتمع اليمني خلال الثلاث الأسابيع القادمة؟ يعني الواحد يحط إيده على صدره ويقول ربنا يسلم.
نعم، إذن ربنا يسلم. هذا ما نختم به حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور مروان الغفوري، استشاري قلب وعناية مركزة، كنت معنا عبر سكايب من ولاية إسن ألمانيا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله لكم السلامة، دمتم في أمان الله ورعايته.